أقول وبالله تعالى التوفيق، سورة الأنعام سورة مكية. فتقدم أن سورة الفاتحة سورة مكية، وبعد ذلك توالت السور المدنية، فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها سور مدنية، وبعد ذلك جاءت سورة الأنعام وسورة مكية. هذا يفيد أن ترتيب السور في المصحف ليس وفق أسباب النزول، ليس وفق أوقات النزول، فالفاتحة مكية، البقرة مدنية، النساء مدنية، آل عمران مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، وبعد ذلك جاءت الأنعام والأعراف كما لا يخفى مكيتان، وبعد ذلك جاءت الأنفال والتوبة وهما مدنيتان. فترتيب المصحف ليس وفق أزمان النزول. ولا يخفى عليكم أن الصور المكية ضبطها بعض العلماء أن الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، والصور المدنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كذا قال كثيرون من أهل العلم. وضبط آخرون بضابط آخر قالوا الصور التي نزلت قبل الهجرة تعد مكية، وبعد الهجرة تعد مدنية، سواء قبل الهجرة كان رسول الله في مكة أو في غير مكة تسمى مكية، وبعد الهجرة سواء نزلت على الرسول في المدينة أو في تبوك أو في غير ذلك تعد مدنية، كذا ضبطها بعض العلماء. والأكثرون من أهل العلم على الضابط الأول، أن الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعد مكية، وبالمدينة تعد مدنية. لا يخفى عليكم أن الصور المكية لها طابع خاص، والصور المدنية لها طابع أيضا. فالصور المكية كثيرا ما تتعلق بأمور التوحيد وذكر الجنة والنار وذكر الملائكة وذكر البعث والنشور وذكر بدء الخلق ونحو ذلك. الصور المدنية فيها شيء من ذلك، ويضف إلى ذلك الأحكام الشرعية، الأحكام والحدود والمعاملات، جل ذلك نزل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استتبت دولة الإسلام. احتاجت هذه الدولة إلى تصحيح المعاملات بينها في المكاييل والموازين والربا والخمر والحدود ونحو ذلك مما تستدعيه قواعد أي دولة إن سميناها دولة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الصور المكية سيمة خاصة، وهي الحديث عن التوحيد والبعث والجنة والنار وبدء الخلق والملائكة والمعجزات والدلائل والأنبياء إلى غير ذلك، كما هو واضح في هذه الصورة المباركة. هذا عن صورة الأنعام. ما معنى الأنعام؟ الأنعام هي الأنعام الثمانية، إذ الله قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال تعالى في هذه الصورة المباركة ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فالأنعام هي الأنعام الثمانية، الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية التي أنزلها الله، خلقها الله سبحانه وتعالى لنا. فهذه الأنعام، وتسمت سورة الأنعام بسورة الأنعام لذكر الأنعام فيها. ومن العلماء من قال إن أسماء السور توقيفي، ولكن الملاحظ أيضا إن أي سورة تسمى بشيء مما فيها، ومن ذلك سورة البقرة تسمت البقرة لذكر البقرة فيها، وآل عمران تسمت بآل عمران لذكر آل عمران فيها، وهكذا سورة النساء لكثرة الأحكام المتعلقة بالنساء ولذكر النساء فيها، والمائدة كذلك لنزول لذكر المائدة فيها. وقد تتعدد أسماء السورة الواحدة كما الشأن في سورة الإسراء، فسورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، وسورة التوبة هي سورة براءة، وسورة محمد هي سورة القتال، وسورة فاطر هي سورة الملائكة، وسورة غافر هي سورة المؤمن. ف
فقد تتعدد أسماء الصور كما لا يخفى. هذا قد ورد حديث ضعيف جدا في أن صورة الأنعام لما نزلت شيعها 70,000 ملك عند نزولها، وهذا الخبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتحت سورة الكريمة بقول الله تعالى: الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. من العلماء من قال هنا عامل في قولنا الحمد لله، أي قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله، الحمد الكامل لله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل النعم سبحانه، فما بنا من نعمة فمن الله. الحمد لله، قال بعض العلماء معناها قولوا الحمد لله، كما في قولنا الحمد لله رب العالمين، قال بعض المفسرين قولوا الحمد لله رب العالمين. ومن العلماء من قال يحمد ربنا نفسه، وهذا الظاهر من الآيات ولا يحتاج إلى تقدير إلى تقديرات، يحمد ربنا سبحانه وتعالى نفسه، فهو أهل لذلك، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. يحمد ربنا عز وجل نفسه، وليس لنا أن نحمد أنفسنا، وليس لنا أن نزكي أنفسنا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لكن ربنا يحمد نفسه سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يعبد. هذا الشيء بشيء يذكر، لا يخفى عليكم أن كلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، وبها تزاد النعم وتدفع النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلمة الحمد لله مع يسرها الحمد لله يدفع الله بها مصائب وبلايا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، كلمة الحمد لله تزيد بسببها النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولنا بكل تحميدة صدقة، والصحائف تنور يوم القيامة إذا ملئت بقولنا الحمد لله. ولن تندم أبدا يا عبد الله، ولن تندمي أبدا يا أمة الله إذا قلت الحمد لله. وإذا قلناها يقول الله تعالى: حمدني عبدي، حمدني عبدي، فالحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب. وربنا يسمع من حمده، ونحن في كل صلاة نصليها نقول سمع الله لمن حمده، فالله يسمعنا إذا حمدنا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات بغير عمد نراها، وخلق السماوات وجعل فيها ما جعل، جعل فيها ما جعل من الكواكب السيارات والنجوم الدائرات والشمس والقمر اللذان يجريان بحسبان والسحب وما فيها من الآيات والعبر الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى.